في ستينيات القرن الماضي تم إجراء تجربة علمية شهيرة على مجموعة من الأطفال. هؤلاء الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، وكانت هذه التجربة لاختبار قوة إرادتهم. وقام الباحثون في هذه التجربة بوضع الأطفال في غرفة، وقدموا لهم بعض الحلوى وعقدوا معهم صفقة. هذه الصفقة كانت اختيارية، وهي كالتالي: للطفل حق تناول قطعة حلوى واحدة بعد تقديمها له مباشرة، ولكن إذا انتظر بضع دقائق سيتم تقديم له قطعتين من الحلوى. غادر الباحثون قائمون على هذه التجربة الغرفة، تاركين الأطفال لوحدهم مع اختيارهم، وهم لا يعلمون هل سيتناول الأطفال الحلوى أم سينتظرون بضع دقائق. ولكن الاعتقاد السائد بينهم هو أن الأطفال أو غالبيتهم لن يستطيعوا المقاومة، وهذا فعلا ما حدث. 70% من الأطفال لم يستطيعوا مقاومة الحلوى وأكلوها مباشرة بعد أن تم تقديمها لهم، في حين أن النسبة المتبقية من الأطفال والتي بلغت نسبتهم 30% هم من تمكنوا من الصبر لعدة دقائق أخرى. هذه التجربة لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت لعدة سنوات. فقد استمر هؤلاء الباحثون في تتبع حياة الأطفال المشاركين في هذه التجربة إلى أن كبروا، ليروا تأثير عاداتهم على حياتهم، وما اكتشفوه بصراحة كان صادما. لاحظوا بأن الأطفال الذين صبروا وتحكموا في أنفسهم وقاوموا رغباتهم في تناول الحلوى مباشرة وانتظروا بضع دقائق لنيل مكافأة أكبر، وهي قطعتين من الحلوى، أصبحوا من أكثر الأطفال اجتهادا في المدرسة، ويحققون أعلى التقديرات والدرجات المدرسية، ويمتازون بشعبية كبيرة بين زملائهم. ليس هذا فقط، بل لاحظ الباحثون المشرفون على هذه التجربة أن الأطفال ربوا في أنفسهم عادات صحية ومفيدة، مثل أن لهم قدرة كبيرة على الصبر على الضغوطات، وأيضا يلتزمون بالمواعيد الدراسية والواجبات المدرسية. فعادة الصبر والتحكم في النفس التي كانت لديهم وهم صغار امتدت جذورها لتشمل كل مناحي حياتهم. فالمفتاح السحري لترويض حياة أي إنسان هو التحكم في العادات، وهذا ما يتكلم عنه هذا الكتاب. فهو يتكلم عن قوة العادات، فمن يتعلم عادة السرقة سيبقى كامل حياته وهو يسرق، وكل ما خرج من السجن مصيره أن يعود إليه، والسبب هو عادة السرقة. ومن له عادة التحمل والصبر لن يستطيع أي إنسان على وجه الأرض استفزازه. هذا الكتاب الرائع هو كتاب قوة العادات، صدر سنة 2012، ومؤلفه هو الصحفي الأمريكي تشارلز دويك، وتمكن بجدارة من أن يصبح واحد من أكثر الكتب مبيعاً. ويدور موضوع هذا الكتاب عن كيفية تكوين العادات في حياتنا، العادات التي ستبني حياتنا للأفضل، وأيضاً التخلص من العادات التي ستدمر حياتنا، وكيف تتولد العادات وتؤثر بشكل كبير سواء بالسلب أو الإيجاب على حياتنا والمجتمع. في القرن 19 لاحظ عالم النفس ويليام جيمس أن حياة الإنسان تسيرها مجموعة من العادات، وأول من لاحظ هذا الأمر وقام باستغلاله مادياً هي شركات الإعلانات في القرن 20، حيث أخذوا هذه الملاحظة بجدية وفكروا بتحويلها لدجاجة تبيض لهم ذهباً وملايين دولارات. فقد علموا بذكائهم الاستثماري أن صناعة منتج بجودة عالية وثمن جيد ليس كافياً لجلب الزبائن وبيعه باستمرار، لكن الهدف الحقيقي هو جعل المستهلك أن يعود أكثر من مرة ويشتري المنتج أكثر من مرة بدون أن يشعر. وتحدث الكاتب عن هذه النقطة بالذات، وشرح كيف تمكنت كبريات الشركات العالمية من تحقيق أرباح ونجاح كبير فقط من خلال استغلال عادات الناس، وبالتحديد نمط نفسي قوي يسمى حلقة العادة. في رأيي الشخصي هذا الكتاب لو قرأته سيكون له تأثير كبير على حياتك، بشرط أن تقرأه بتمعن وتفهم مضمونه، والأهم من ذلك أن تطبق ما فيه. ولربما أنت تعلم أن هناك عادة سيئة الآن هي التي تدمر حياتك، ولربما تملك عادة هي التي أنقذتك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشاركوه مع أصحابكم. كان معكم محمد منصور، نلتقي قريبا، سلام.